السلام عليكم. الحديث اليوم عن الدولة الحديثة. الدولة الحديثة مؤكد انه هي الدولة الديمقراطية اللي تقوم على الفلسفة الليبرالية. واذا اريد نضرب مثل في دول اوروبا وامريكا واليابان، الدول المتحضرة جميعها دول تقوم على الفلسفة الليبرالية وهي دول ديمقراطية. بالتالي حسب الفيلسوف ماكس فيبر، هاي الدولة الديمقراطية ذات الفلسفة الليبرالية تتسم بالحقوقية والعقلانية. هاي الحقوقية والعقلانية تتناقض بالصميم مع التصورات السلفية للدولة، وأقصد بالتصورات الفلسفية سواء كانت سلفية دينية سنية أو شيعية، أو سلفية قومية بعثية ناصرية، أو سلفية ماركسية شيوعية. كلها هاي تقوم على النمط الأيديولوجي، لأن الأيديولوجيا أصلا ليست عقلانية. وهنا نرجع إلى الفكر المسيحي، فنقول أن الفكر المسيحي بالأساس يختلف عن الفكر الإسلامي. إذا أردنا أن ندخل في تاريخ الدول، الدولة كيف نشأت والليبرالية كيف نشأت، بالتالي سنجد أن مفهوم الدولة سيتطور من خلال هذا الاختلاف بين الفكر المسيحي الغربي والفكر الإسلامي الشرقي. الفلاسفة المسيحيين لا توجد عندهم ثوابت مقدسة كالتي يمتلكها الفكر الإسلامي، وخاصة في موضوع الحكم. فالعلاقة ما بين الدولة والديمقراطية والدين شغلت هاي الإشكالات الفكر المسيحي منذ بداية ظهور المسيحية تقريبا، لكن مع ذلك تقريبا تم حسمها في بداية عصر النهضة. ثم فيما بعد هذا الحسم تفاوت بين العنف والحروب الأهلية وبين الجدال الفكري اللي انتهى بتوافقات عقلانية رسمت حدود الكنيسة ورسمت حدود الدولة. وكان للديمقراطية الوليدة وقتها الأثر الكبير، اللي طبعا الديمقراطية تعتمد على المواطنة، تعتمد على الشراكة السياسية لجميع أبناء الشعب، كان لها الفضل في هذه التوافقات اللي حدثت بين الكنيسة وبين الدولة. النتيجة استقرار العالم المسيحي على ثوابت استقرار العالم المسيحي والدول المسيحية، خلينا نتكلم بهاي الطريقة الدينية، على ثوابت ومرجعيات تمثل اليوم قاسم مشترك بين كل المجتمعات الغربية المسيحية، وهي العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، نختصرها الدولة المدنية اللي محرومين احنا الشعوب العربية من هاي الدولة المدنية. عندما نأتي الى القرآن الكريم على سبيل المثال، سنجد ان هناك في القرآن الكريم خرجت فكرة الجدل حول القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. اتلقفوها الحكام الامويين هذا المفهوم الخطير اللي اثر على السلطة السياسية، بمعنى انه التفويض الالهي والحكم المطلق ارتبط بالجبرية والقدرية. القدرية وتحولت السلطة بقتها الاموية، لان الجدال كان في بداية الدولة الاموية، الى طرح مفهوم الجبرية، وتم الدولة تبنت هذا المفهوم، مفهوم الجبرية، وأشاعته وأكدت عليه، ومن خلاله استمدت هذه الدولة الأموية قهريتها واستبدادها وامتلاكها ووضع يدها على الأموال بشكل شخصي، كل شيء ملك للحاكم، كما يقول عبد الملك بن مروان مثلا: المال مال الله وأنا خليفة الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. بالتالي كلمة العدالة أيضا مفهوم مليء بالقرآن الكريم، هاي المفردة، مفردة العدالة مليئة بالقرآن الكريم، ما عدا أنه هي أيضا تعتبر أحد صفات الله. بالتالي سيتم تحجيم هاي الكلمة وتقريبا محاولة وضعها فقط في اليوم الآخر، في يوم القيامة العدالة هناك تتحقق، لا يوجد شيء على الأرض. لا، هاي كلمة العدالة لن تجد لها تعبير في الفكر الإسلامي حتى القرن الخامس الهجري،
لا يوجد مفهوم أساسي في العدالة، لم يكتب أي شيء أساسي في العدالة حتى القرن الخامس الهجري، حيث نجد رسالة صغيرة عن ماهية العدالة كتبها الخطيب الإسكافي تقريبا سنة 420 هجرية. بالتالي غابت عن الفكر السياسي الإسلامي التعبيرات عن العدل، عن الحق، عن الحرية، غابت غياب تام، لأنه وجد هناك تنظير من قبل السلطة الدينية، من قبل رجال الدين، يقوم على السمع وليس العقل، على حد تعبير أحد المنظرين اللي هو أبو يعلي الفراء أو الفراء في كتاب الأحكام السلطانية. أورد هذا الرجل أن موجبات الإمامة هي السمع وليس العقل، في نفي صريح لدور العقل والحاجات الإنسانية اللي يلعب العقل دور كبير في صياغتها، ليست في الشرق بل في الغرب. يقول الفراء أن العقل لا يعلم به، لا يعلم به فرض شيء ولا إباحة شيء ولا تحريم شيء ولا تحليل شيء، بالتالي راح تعتبر الخلافة أو الإمامة هي فرض كفاية يتم مخاطبة بها طائفتين من الناس، أحدهم أهل الاجتهاد حتى يختارون من هو الخليفة أو الحاكم، والثاني من يوجد بشرط الإمامة حتى ينصب نفسه. أما عامة الشعب ليس لهم حول ولا قوة ولا ليس لديهم اختيار. هذا الفراء عاش طبعا في القرن الخامس الهجري في خلافة القائم بالله العباسي، وإذا نعبر المتوسط سنجد أنفسنا في القرن الثاني عشر الميلادي، حيث كان هناك الحكم المطلق يهيمن على العالم الغربي طبعا والشرقي في نفس الوقت، لكن الأمور كانت مختلفة في الغرب تماما عما هي في الشرق. أما أسباب هذا الاختلاف في المسار الديني، علاقة الدين بالسياسة في المجتمعات المسيحية، ما هو سبب اختلافها عن المسار الديني بالشرق؟ أولا احنا نعرف أن طبيعة الديانة المسيحية تفصل لك بين العقيدة المسيحية من جانب والسياسة والدولة من جانب آخر، ولو على الأقل في الإنجيل حسب مقولة السيد المسيح: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. أيضا نعرف أنه المسيح لم يؤسس دولة ولم يمارس حكم حتى يتم الدعوة إلى الاقتداء بالدولة، دولة المسيح. أيضا نعرف أنه ماضي المجتمعات المسيحية في ظل سيطرة الكنيسة في المجال الديني والمجال الدنيوي هو أمر غير سار ولا يشجع على سعادته، على العكس من مجتمعاتنا اللي لحد الآن تحن إلى أمجاد الدولة الأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية. فهذا الظلم اللي كان موجود في العالم الغربي في ظل هيمنة الكنيسة هو أمر مقرف بالنسبة للشعوب اللي كانت متحملة هذا الاضطهاد، أما الآن فهم يشعرون بالعار من تلك الجرائم اللي ارتكبتها الكنيسة على سبيل المثال. يضاف إلى كل هاي الأمور أنه حدثت نهضة فكرية صناعية علمية، وبنفس الوقت تبلورت طبقة من المثقفين التنويريين، بالتالي حدث وعي، حدث نضج في العالم الغربي المسيحي على العكس من العالم الشرقي اللي عانى بقت العالم المسيحي من هيمنة الكنيسة اللي غيبت لك العقل بالكامل. احنا نعرف كل زين ان الديانة المسيحية تم تبنيها بالكامل واصبحت الديانة الرسمية للدولة الرومانية في عهد القديس او الامبراطور قسطنطين بالقرن الرابع الميلادي. مع ذلك كانت الامبراطورية الرومانية بقتها ليست دولة همجية او كذا، كانت على درجة من التحضر، بالضبط سبقتها الحضارة اليونانية. بالتالي عندما اصبحت الكنيسة دين الدولة بسبب تصرفات رجال الدين وبسبب تصرفات المتزمة للكنيسة على المجالين الديني والدنيوي، بالتالي شكلت انتكاسة لما كانت عليه في السابق، على العكس من الحضارة العربية الإسلامية كانوا العرب لا شيء، لكن في ظل الدولة الإسلامية أصبحت هناك حضارة 300 سنة استمرت. الديانة المسيحية لا، استلمت لك الحكم انتكست أوروبا. هذا الوعي اللي حدث التنويري من خلال فلاسفة عصر النهضة والأنوار وغيرهم
سيعطي إلى المجتمع الغربي ثقة بالنفس، سيصبح الشعب عنده ثقة بنفسه وبقدرته على حل مشكلاته الدنيوية دون أن يحتاج إلى أن يستنجد بالله 24 ساعة في كل صغيرة وكبيرة، وأن الله فقط يحل مشاكله. جعلت الإنسان المسيحي، الإنسان الموجود في العالم الغربي، يعتمد على نفسه وعنده ثقة بأن أمور الدولة وأن نظام الحكم وأن الأمور الاقتصادية والاجتماعية هي أمور يا ناس يا عالم أمور دنيوية تعود إلى الناس وليس إلى دعوات وأمور تتدخل فيها السماوات، هي أمور دنيوية. بالتالي إذا نرجع صاحبنا الفراء أو الفراء والماوردي كذلك، هذول اثنينهم هم سلفيان بالضبط، يعيدون فكر الإمام أحمد بن حنبل السلفي. مثل ما نعرف الإمام أحمد بن حنبل ذكرته بحلقة سابقة، هذا الرجل متزمت، بالتالي نفى العدالة، نفى العلم عن شروط الحاكم، عن شروط الخلافة، وأعلى من شأن القوة، حيث يعتبر أنه أي حاكم يتغلب بالسيف هي حكومة شرعية وبالتالي سلطة سياسية معترف بها. طبعا هناك الكثير من رجال الدين السنة أدرجوا العلم والعدل والأخلاق والدين في شروط تولي السلطة، لكن الإمام أحمد بن حنبل أسقط كل هاي الأمور واعتمد على الغلبة فقط. لذلك الفكر الإسلامي الخاص بالدولة والسلطة والمواطنة والحقوق، حقوق المواطن، يقر اليوم بسبب تأثير الإمام أحمد على اعتبار الرجل هذا إلى شعبية جدا كبيرة في العالم الإسلامي السني، يقر ما هو حادث في التاريخ وليس ما هو واجب أو ضروري. بالتالي في الوقت اللي تحولت أقوال التنويرين الفلاسفة في الغرب إلى قوانين، إلى قيم دستورية، إلى مفاهيم سياسية من أجل تقييد السلطة وتحويل هذه السلطة من الملك من الكنيسة إلى سيادة الشعب، تحولت عندنا إلى متطرفين وجماعات إسلامية مزمتين في الإسلام، مجرد عندهم قوانين صارمة ما تتفق مع العصر، كل هدفهم تقييد حقوق المواطن، إطلاق يد السلطة والحاكم المطلق صاحب الحكم المطلق دينيا حتى ولو كان قاتل ومجرم. وبالتالي سيتم إبعاد النصوص الفلسفية التنويرية الحقوقية اللي موجودة بالغرب على اعتبارها خارجة عن الإسلام، ليس لها علاقة بالإسلام، دخيلة على الإسلام. بالتالي أصبح السمع والطاعة مصدر تشريع السلطة وليس العدل وليس الحرية وليس العقل. يورد الفراء صاحبنا أنه روية عن الإمام أحمد بن حنبل ألفاظ تقتضي إسقاط العدالة والعلم والفضل، فيقال أن الإمام أحمد قال: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجر فهو أمير المؤمنين. بالتالي اليوم يعتمد الفكر الإسلامي الرسمي على تلك التبريرات السلفية والإمام أحمد بن حنبل في انتهاك حقوق المسلمين. اللي صار أنه هذا الفكر الفلسفي اللي يقوم على تبريرات السلفية والإمام أحمد بن حنبل، هذا ينتهك حقوق المسلمين اعتمادا على شرعية السيف وليس شرعية الاختيار والانتخاب أبدا. بالضبط هو مثل ما موجود عندنا في ولاية الفقيه اللي هو الحاكم المطلق، وليس انتخاب وليس حرية وليس ديمقراطية. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني تراجع خطير سوف يحصد المواطنون العرب والمسلمون نتائجه حتى اليوم. وانظر إلى الإرهاب اللي يمتد من أفغانستان إلى المغرب حتى أوروبا وأمريكا، ما سلمت من شرورنا، من شرور المسلمين الإرهابيين اللي هم ذول ما أتوا من الفضاء، ذول كلهم متأثرين بهذا الفكر السلفي. فيجب أن نتكلم بصراحة، يسود الاستبداد بصورة شرعية دينية عند الشباب اللي يحملون هاي الأفكار
كلها فكر استبدادي، فكر إرهابي ينتقل جيل بعد جيل، وهو تبرير واعتراف بانتهاكات اللي حدثت في العالم الإسلامي حتى في التاريخ من العهد الأموي وإلى عهد أحمد بن حنبل. اللي يذكر هاي الأمور واللي أصبح فكرة السلفي هو فقه للسلطة. بالتالي هيمنة السلفية من خلال الإمام أحمد بن حنبل على كل مقولاته وعقائده فكرست لك فكرة أنه علم الكلام منكر، الاشتغال بعلم الكلام منكر، أخذ العقائد بأدلة علم الكلام منكر، بل مجالسة أهل علم الكلام هو منكر، وأن طاعة ولي الأمر واجبة حتى لو كان فاجرا فاسقا والثورة عليه منكر. وأعتقد أن اللي يسمعني راح يعرف أنه هاي الأمور، هذا الكلام بالضبط هو نسف للقرآن الكريم بالكامل. بالتالي الفكر الإسلامي يقوم على تأكيد عقيدة واحدة هي طاعة الحاكم، حتى أن الماوردي في الأحكام السلطانية يوجب على المسلمين طاعة الحاكم في كل الأحوال. ولذلك أصبح اليوم موضوع الاستبداد ليس غريب علينا، بل هو جزء من الفكر الديني الإسلامي السائد، تخلق له الأعذار والتبريرات الدينية. إذا أنت كل جمعة في المسجد وتسمع طاعة ولي الأمر فأكيد راح تشبع تلك العقائد. بالضبط هو نفس الأمر موجود عند ابن تيمية اللي أيضا يشرع لك الغلبة العسكرية لأخذ السلطة. ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم لا يقرون أيضا، هم بالتالي من يأيدون هذا الحاكم الظالم كذا، لا يقرون أن تحدث ثورة على الحاكم الظالم أبدا. بالتالي هل للعدالة دور؟ أبدا، لقد انتفى موضوع العدالة، انتفى موضوع الحرية، انتهت المساواة، انتهت موضوع الحقوق اطلاقا في الفكر الإسلامي. وهذا هو السبب اللي احنا نعيشه بسبب كل تلك الأمور، لأنه لم يحدث عندنا تنوير. بالتالي حتى الكتاب الإسلاميين، خلينا نسميهم الكتاب الإسلاميين اليوم، لم يقوموا بدورهم في التنوير، بل فقط إعادة ولوك الأمور، يلوكوها الأمور اللي ذكرها ابن تيمية وأحمد بن حنبل، وتكرارهم مفاهيم يحاولون أن يقحموها في الدين الإسلامي، على اعتبار أن الدين الإسلامي يتضمن أمور مثل الديمقراطية وغيرها، وهذه المفاهيم ما لها علاقة بالإسلام. الإسلام والديانة الإسلامية والقرآن الكريم كتاب يدعو للهداية، يدعو إلى الإيمان بالله، ليس له علاقة ببرامج سياسية وديمقراطية وليبرالية. المهم طبعا الليبرالية العلمانية الأمريكية اللي بدأت سنة 1776 من إعلان الاستقلال هي أشهر وثائق بالحريات على الإطلاق. وهاي العبارة تقول إننا نعتبر الحقائق التالية بديهية بذاتها: جميع الناس ولدوا أحرار، وقد وهبهم الخالق بعض الحقائق التي لا يجوز الانتقاص منها، من ضمنها الحق بالحياة، حرية السعادة، حرية نجدانها. ولم تنشئ الحكومات بين البشر إلا لحماية هذه الحقوق، وليس أنه تأتي حكومة وتمجد بها وتصفق لها وتدخلك بحرب وتطلعك من حرب وتدخلك بحرب. لا، مهمة الحكومة هي الحفاظ على حريتك وعلى حقوقك وواجبات. الحرية أمر طبيعي حسب الليبرالية، الحرية فطرة الله حسب المصطلح الإسلامي، فتولد هاي الحرية مع الإنسان، هي هبة من الله للإنسان، وليست هبة من الملك أو السلطان أو الحاكم، أو هبة من دين أو مذهب أو كنيسة أو مسجد، أبدا. بالتالي هذا النص اللي في الحقوق الأمريكية يقر وظيفة الحكومة بأنها فقط العمل على ضمان هذه الحقوق لا أكثر ولا أقل. نعرف توماس هوبز اللي يقول أنه أصل اللغة هو أصل الدولة، أو اللغة هي أصل الدولة، ولذلك لم تستطيع الحيوانات أن تشكل دولة. اللغة هي الطرف المشترك بين البشر، ولغة الدولة الليبرالية هي لغة حقوق تحفظ لك حقوقك، لغة حقوق تتحدث عن السياسة بألفاظ حقوقية. أيضا يقرأ أحد السياسيين أن الحكم في الليبرالية
الحكم في الليبرالية خارج المعتقدات ومنفصل عنها، لكن الحكم الليبرالي لا يعادي المعتقدات الدينية أبدا، بل يوفر لهذه المعتقدات الدينية الحماية. أكثر شعب متدين هو الشعب الأمريكي، يزورون الكنائس. أبدا الليبرالية لا تعادي الدين، لأن ذلك جزء من وظيفتها حسب العبارة الواردة في الاستقلال. الدين لا ينفصل عن الدولة أبدا، حتى في الدول الديمقراطية الأوروبية المسيحية اللي شكل هويتها مجتمعة. لذلك توجد في أوروبا أحزاب ديمقراطية مسيحية مثل العمة ميركل، بل هناك الفلاسفة المسيحيين الإنسانيين كل اللي سووا أخرجوا لك الدولة من جبة الكنيسة وضعوها فوق قبعة الليبراليين، والأمور مشت عندهم. بالتالي الديمقراطية هي عبارة عن منظومة قيم متحدة قادت في نهاية المطاف إلى توحيد أوروبا في الاتحاد الأوروبي، لسبب بسيط واضح. احنا عندنا حزب البعث بالعراق وحزب البعث بسوريا. حزب البعث بالعراق جاء بال 68، وحزب البعث نفسيته بسوريا جاء تقريبا بال 70، وبيناتهم عداء لحد ما انتهى البعث بالعراق. هم عداء بيناتهم، قتل، اتهامات، سب، وهم نفس الحزب. لماذا؟ لانهم ايديولوجية وليست فكر حر ابدا. بالتالي عندما تحررت أو توحدت أوروبا بأكملها، برغم لغاتهم المختلفة، رغم مذاهبهم المختلفة، تاريخهم الدموي العنيف، حرب الثلاثين عام وغيرها، لماذا اتحدوا؟ لأن القيم الدستورية الحقوقية لكل دولة من دول أوروبا بالسياسة، بالاقتصاد، بالثقافة أصبحت واحدة. وكأن أوروبا بأكملها، الاتحاد الأوروبي، كأن دول الاتحاد الأوروبي هي دولة واحدة، عندها دستور واحد، عندها رئيس واحد. بالتالي الدستور هو ظاهرة اجتماعية حقوقية عقلانية تشمل جميع الشعب بدون تمييز، لكن هذا لا ينطبق على الأحزاب الدينية الشيعية والسنية، لا ينطبق على الأحزاب القومية البعثية والناصرية البغيضة، لا ينطبق على الماركسية والشيوعية اللي يعني عقائدها تصطدم مع التطور الحقوقي، تصطدم مع الواقعية، تصطدم مع العقلانية. أحزاب أيديولوجية قافلة من الأبي، يعني عندها حتى لو الأمر خطأ ما يجوز أنه نصلحه. لماذا؟ لأنه هو مذكور عندنا بمبادئنا الأولية. لذلك غورباتشوف من سوى الجلاسسنوسست، يتذكروه اللي وسوى البيرسترايكا اللي هي الإصلاحات، انهار الاتحاد السوفيتي بالكامل. الأفكار الليبرالية اللي كانت موجودة بأوروبا قبل 300 سنة ما ولدت يعني ولادة طبيعية، هي نفسها كما نحن حاليا في الشرق نعاني. الليبرالية ليس لها وجود في الشرق، الليبرالية معاداة منبوذة في الشرق عندنا، هي كانت كذلك في أوروبا. كان صدام هناك بين التحرر من اللاهوت الديني الغيبي وما يحوي من خرافات وغيبيات وظلمات. يقول الفيلسوف توماس هوبز كانت تمس حريات الناس، تقصد على اللاهوت، كانت تمس حريات الناس وتتدخل في التقسيم الديني وما ينتجه من انعدام للتسامح والتعايش. اللاهوت كان يحرم الناس حتى من المعيشة، كان يفتح الحروب لا أكثر ولا أقل. أيضا الفيلسوف جون لوك في رسالة في التسامح اللي أحدثت لك دوي جدا كبير في أوروبا في وقت كانت بها الحروب الدينية في عهد جون لوك، بسبب الكنيسة، كانت الكنيسة أيضا بوقتها قوية جدا، لكن الكنيسة بسبب هؤلاء التنويرين أصبحت تواجه أفكار عقلانية وحقوقية. من أين أتت هذه الأفكار؟ من أين انبثقت؟ انبثقت من الحاجة إلى أن المجتمع يجب أن يتحول أو تحول إلى ظاهرة وظيفية. المجتمع ليس أمعة، ليس صفر كبير. كان الدكتاتور شاوشيسكي يقول عن المجتمع، عن الشعب الروماني، إنهم صفر كبير. هذا المجتمع تحول إلى ظاهرة وظيفية، تفكر وتقرر وتشارك في صنع حياتها، في صنع القوانين. لذلك كانت أفكار الفيلسوف العظيم جان جاك روسو انبثقت في فكر هوبز، توماس هوبز وجون لوك، على اعتبارها أفكار تخص مفهوم الملكية أيضا. هذا المفهوم راح يلعب لك دور بتحرير العقل،
بالتالي راح يدفع لك الحياة التجارية في بريطانيا إلى أن تكون صاحبة دور بريطانيا في القرار السياسي، الأمر اللي سيتلقفه فولتير ومونتيسكو اللذين أشادا بهذه الظاهرة اللي توسعت حتى تساهم لك بيش، ساهمت لك بالثورة الصناعية، ساهمت لك في نمو رأس المال، واللي أصبحت إلى وظيفة تعديل القوانين والتأثير في الحياة السياسية والفكرية. فكرة العقد الاجتماعي أنتجت لك أهمية للفرد ضد المجموع، ضد الإطلاقية، أعطت للفرد الإنسان الموقع الأول في تكوين الدولة على اعتباره هذا الإنسان يتحد مع هذا الإنسان يتحد مع هذا الإنسان، بالتالي يكونون دولة باعتبارهم حامية للحقوق، إنسان مع إنسان يحمون حقوقهم. بالتالي يؤكد الليبراليون على الفردية كثيرا، كما يعتقد جون ستيوارت ميل أن الفردانية هي أحد عناصر الوجود الخير، فيقول أن الإنسان يجب أن يكون حر في التعبير عن رأيه وتكوين وجهة نظره بدون أن يحجز على هذا الرأي. يقول أيضا لو أن إنسان واحد عنده رأي والبشرية بأكملها عنده رأي مخالف، لا يجوز أن نصادر هذا الرأي للإنسان الواحد، قد يكون هو على خطأ، قد يكون على صح ونحرمنا من عدة، وقد يكون على خطأ لن نخسر شيئا. بالتالي هذا المفهوم مال الفردانية، ما تتحدث القوانين عن مجموع أبدا، القوانين في أوروبا ما تتحدث عن مجموع، تتحدث عن فرد، ومن خلال هذا الفرد راح تتحقق حقوق الجميع بالكامل. ففكرة الفردية والجماعية فكرة هامة، فكرة ضرورية، لأن التفكير أو تفكير الفرد في الغرب هو أساس الحقوق، لأن فكرة الفرد تتضمن حقوق الجميع. لكن للأسف الشديد الفكر في الشرق يتحدث لك عن تفكير جمعي، يتحدث عن جماعة، بالتالي لا توجد عندنا حقوق أفراد، لأن هذه الحقوق ضائعة في صياغات جماعية. فرق هائل بين العلمانية الفردية وبين الشمولية الجمعية اللي تخاطب لك الحشود ولا تعطي للفرد أي أهمية، سواء كانت هذه الحشود قومية لعنة الله عليها، أو حشود دينية بائسة، أو حشود ماركسية شيوعية. وشكرا لكم.